خلينا نروح لإعلامي تونسي وصحفي تونسي أستاذ عماد بن فراج في تونس. طبعا بنرحب بك في البداية. مرحبا بك وبرحب بالمستمعين معكم. كله تمام؟ تونس كويسة؟ الحمد لله، شكر لها. مرحبا، شكرا. الحمد لله. عايزين نتكلم عن مباراة الأهلي والترجي، مباراة الذهاب بالتحديد، وكيف ترى الصحافة التونسية هذه المباراة من وجهة نظره؟ طبعا الصحافة التونسية أولت اهتمام كبير بمباراة الأهلي والترجي التونسي بنظر لقيمة الرهان بدوري أبطال أفريقيا ذهاب، ولقيمة الفريقين. طبعا الأهلي كبير القارة بثمانية ألقاب، والترجي أحد أكبر الأندية الأفريقية حائز على لقبين وست نهائيات، هو نهائي كبير. هنا الصحافة يعني اهتمام كبير، سواء الصحافة الورقية أو التلفزيون أو الإذاعات، خصوصا وأن الترجي يطمح إلى كسر عقدة الأهلي المصري. تمام، شايف ان موضوع ان الاهلي موفق في رادس وان الترجي موفق في برج العرب، هل ده ليه اثار على اللاعبين مثلا في المباراه؟ ممكن نشوفها ان يكون اللاعبين مطمنين شويه، سواء فرقه الاهلي او فرقه الترجي التونسي. هل الصحافه التونسيه بتتناول هذه الجزئيه بالتحديد؟ طبعا هو العامل النفسي عامل مهم في كرة القدم، ربما ليس العامل الأهم لكن هو عامل مهم. صحيح الأهلي تقريبا أصبح شبه عقدة في الفترة الماضية بالنسبة للترجي التونسي، حيث ينتصر كثيرا أو يترشح على حساب الترجي في ملعب رادس رغم عدم تحقيقه لنتيجة إيجابية في برج العرب. كذلك الترجي يعني لم يسبق له الانهزام في برج العرب، ثلاث لقاءات، ثلاث تعادلات، منها نهائي سنة 2012 وربع نهائي الموسم الفارط 2-2 كان النتيجة. لكن في اعتقادي أنه هذا عامل ذو يعني سلاح ذو حدين، يمكن القول بأنه يمكن يمثل حافز للتراجي لكسر عقدة، أو ربما يمثل حاجز يعني نفسي قد يهول دون رغبة التراجي في تحقيق حلمه بإحراز اللقب. هل في غيابات في صفوف فريق الترجي خلال المباراة الأولى بالتحديد؟ تقريبا الترجي الذي التونسي سيكون متاح أمامه كل التشكيلة باستثناء إصابة ماهر الصغير، هذا معناها كان أصيب معناها منذ أسبوعين أو أكثر، يعني إصابته امتدت ثلاثة أشهر. غير هذا يعني تشكيلة الترجي ربما ستكون كلها جاهزة في انتظار بعض الشكوك بخصوص الظهير الايسر ايمن بن محمد. تمام. ربما نقول ربما لا يكون جاهز، اشتكى من بعض الاوجاع في الاسبوع الماضي اثر لقاء نصف النهائي امام غره اوتا الانغولي، ولم يشارك في مباراه الدوري امام نادي حمامنت، لكن ترجح كل المصادر انه سيكون جاهز لموقع في النهائي. التغيير وحيد لا يزال معناه غير واضح هو مركز حراسه المرمى. نسبة المشاركة إلى الآن لا تبدو واضحة بين معز بن شتيشية أو رامي الجريد. هو ده سؤال أنا كنت عايز أسألك فيه بصراحة، ويمكن سمعنا خلال امبارح بالتحديد إن الجهاز الفني فريق الترجي التونسي جدد الثقة في رامي الجريدي، هل ده موضوع صحيح وخصوصا بعد ما كان هو مش موفق خالص في مباراة فريق أول أغسطس؟ الحسم بالقول إنه جدد الثقة في رامي الجريدي يبدو مجرد الصواب. كل الترشيحات تقول إمكانية عودة معز بن شريفية، رغم أن معز دايما مش موفق في مباريات الأهلي على فكرة، يعني كل المباريات اللي لعبها معز بن شريفية أمام الأهلي يمكن ما كانش موفق فيها برضه، وكان الأهلي بيحرز أهداف كتير. بالفعل بعد يمكن نهائي 2012 كان قدم نهائي بالظبط سواء ذهابا أو إيابا، بعدها يعني المشاكل اللي عانيها معز بن شريفية مع جماهير التراجي بدأت فعليا منذ ربع نهائي العودة الموسم الفارط حين انتصر الأهلي على التراجي بهدفين لهدف، أهداف علي معلول وجميل أجاييد. بالظبط، لكن تبدو النية متجهة للتعويل على معز بن شريفية، رغم أنه الإطار الفني أكد أنه إلى الآن الحظوظ متساوية ولم يتم الحسم في من سيحرز شباك الترجي في برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال.
طيب استعدادات الترجي واستعدادات تونس لاستقبال النادي الاهلي ان شاء الله عشان مباراه الاياب، يعني مباراتين قريبين جدا من بعض الجمعه والجمعه، فبالتالي عايز اعرف الاستعدادات هتكون ازاي، وكمان عايز اسال على الحضور الجماهيري بالنسبه للترجي، هل تم تحديد عدد معين لحضور المباراه، وخصوصا المباراه الاخيره ايضا امام فريق اول اغسطس كان في اعمال شغب شفناها كده خلال التلفزيون من جمهور الترجي مع الامن التونسي، هل هيتم كمان تقليل عدد الجمهور في حضور مباراه الاياب ما بين الاهلي والترجي؟ بخصوص النقطتين، النقطة الأولى بخصوص حضور الأهلي، أكيد الترجي يعني متعود على حسن استقبال ضيوفه، تونس متعودة على حسن استقبال ضيوفها، الترجي فريق كبير، فريق عريق، له صولات وجولات، متعود يعني على حسن استقبال، خصوصا أنه الأهلي كذلك دائما ما يعامل الترجي بطريقة جيدة، جماهير الفريقين تقريبا هناك علاقة ود يعني أكيد أكيد علاقات جيدة جدا بصراحة ما بين الترجي، علاقة ود بين جماهير الترجي والأهلي كبيري القارة وكبيري العرب. بخصوص النقطة الثانية والحضور الجماهيري، إلى الآن لم يحسم الأمر، لكن في اعتقادي النية تتجه إلى منح الترجي أقصى ما يمكن من التذاكر، رغم ما شابه نصف نهائي من بعض أعمال شغب، لأنه المصادر الإعلامية والمصادر المقربة من كواليس النادي تؤكد حضور كل من رئيس الجمهورية الباجي خالد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لمباراة العودة يوم الجمعة المقبل يوم 9 نوفمبر. تمام أستاذ عماد بن فراج الإعلامي التونسي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.